السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم بيتزا بالجبن بس يا جماعة كده، ويعني والزيتون. تمام. معايا هنا كيلو دقيق، حطيت عليه رشة ملح بالشكل ده اهي، وكمان معلقة زعتر بالشكل ده كده، ومعايا كمان الخميرة، باكو خميرة اهو بالشكل ده، معلقة كبيرة. تمام. ومعايا كمان معلقة سكر كبيرة بالشكل ده كده اهي، ومعايا طبعا اللبن اللي انا هعمل بيه. طبعا ما عملتهاش بزبادي المرة دي، هعملها بلبن. هنقلب الحاجات دي كده بالشكل ده يا جماعة. اللبن ده دافي ماهوش سائع، عشان طبعا ايه العجينة تخمر معانا. حط لها بس كده شوية وبعد كده عجنها بايدي. تمام. بس انا هعجنها بقى، ولما اعجنها وتخمر ارجع لكم ونقول لكم هنعملها ازاي ان شاء الله. يا جماعة بعد ما اعجنها هحط لها معلقتين زيت كمان. يلا اشوفكم بعد ما تخلص. كده يا جماعة العجينة بالشكل ده اهي، طبعا الصينية كبيرة عملاقة اهي. تمام. بططتها بالشكل ده اهي. تمام. هاجي بقى كده بالشوكة واغرزها بالشكل ده كده، علشان طبعا ايه ما تقبش معانا في الفرن واحنا بنعملها. تمام. بالشكل ده كده. نجيب بقى الصلصة عليها. الصلصة دي انا عاملاها معاكم قبل كده يا جماعة، بتاعة البيتزا. تمام. الطماطم والزعتر وزيت، اللي حابب بقى يعملها بتوم وبصل، وبرجع افرمها في ال بعد ما بتتعمل افرمها في الكبة او في الخلاط واصفيها، وبعينها واشتغل منها على البيتزا بالشكل ده كده. بس طبعا مش هنحط كتير علشان ما تعجنش مننا في الفرن بالشكل ده كده. الأصوات دي من عند الجيران مش من عندنا. بالشكل ده كده. هنرش عليها يا جماعة جبنة بالشكل ده اهي. طبعا هي واخدة المكان كله، فمانيش عارفة احط جنبها حاجة اهي. جبن والزيتون. تمام. نعمل الجبنة كده. بص الطماطم بس يا يوسف، بس حبيبي بالشكل ده كده. معلش بقى ان انا ماسكه التليفون لان مفيش حاجه هنا احط عليها. احنا طبعا رجعنا المدينه. بالشكل ده كده.
حط الزيتون طبعا الزيتون ده اللي بيديها الطعم مالح يا جماعة، لان الجبن طبعا مهيش ملح، فبكتر منه شوية بالشكل ده. الجبنة اول مرة اعمل معاكو الصينية العملاقة دي بالشكل ده كده. نحط الجبنة دي كان بقى، لو عايزين البيتزا تمط بقى، الجبنة تمط مع البيتزا كده وانتوا بتقطعوها، ما تحطوش الجبنة الا لما تدخل في السوي، وبعد كده هتحطوا الجبنة عليها علشان تبقى تمط بعد كده. هي بقت بالشكل ده كده يا جماعة اهي، تمام. هدخلها الفرن بقى، ولما تطلع بإذن الله نوريها لكم. وبكده يا حبايبي تكون طلعت من الفرن بالشكل ده اهي. ايه رأيكم بقى في البيتزا دي؟ طبعا لما لقيتش صينيه كبيره احطها عليها، فعملتها بالشكل ده طبعا كده اهي، تمام. ريحتها بقى ما اقولكوش على ريحتها طالعه ازاي. يا رب تعجبكم، تعجبكم كل فيديوهاتنا، ونشوفكم دايما على خير يا رب.